بعد مشوار فني حافل أمتعت به جمهورها، فما بين الأدوار الدرامية والكوميدية ودور الأم المصرية تنوعت الأدوار التي قدمتها الفنانة القديرة، لينتهي مشوارها بعد إعلان وفاة رجاء الجداوي بعد صراع مع فيروس كورونا. ولدت رجاء الجداوي في 6 سبتمبر عام 1938، وعملت في بداية حياتها عارضة أزياء ومنها إلى التمثيل، حتى استطاعت أن تحفر اسمها بين كبار الشخصيات الفنية، ووصلت سنوات عملها السينمائي إلى 62 عاماً. رجاء الجداوي ولدت في مدينة الإسماعيلية، ثم انتقلت إلى القاهرة برفقة شقيقها الأكبر فاروق للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، ثم التحقت بمدارس الفرنسيسكين بالقاهرة حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكرة. يضم أرشيفها الفني 74 فيلماً و40 مسلسلاً درامياً و6 عروض مسرحية، ولأنها تمتلك ذكاء الاختيار حرصت على التنوع وابتعدت تماماً عن التكرار. أدوار فنية أبدعت الفنانة الراحلة في تقديمها، وأثرت الحياة الفنية بعدة أعمال منها الدرامية والسينمائية والمسرحية وحتى الفوازير. رحم الله الفنانة القديرة رجاء الجداوي. رحل جسدك لكن ستبقين في القلب. وسام نصر، MBC مصر.